السلام عليكم، معاكم عمر وكابتن المعد. اليوم عندنا فيديو جديد والحلقة الثانية من سلسلة مانشستر يونايتد إعادة أمجاد اليونايتد. فهم اليوم يا جماعة عندنا حلقة مثيرة. فهم اليوم أول مباراة في الحلقة بنلعبها ضد ليستر سيتي، بعد ثاني مباراة في الحلقة بنلعبها ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وبعدين ويست هام متوقع إني بلعبها، وأما فيرتون ممكن تسوي سكيب، وبلعب اخر مباراة في الحلقة ضد البي اس جي. فاليوم يا جماعة حاليا طبعا تشوفوا تشكيلتنا 85 ل راشفورد، 87 لهالاند. فحاليا خلونا ندرب اللاعبين شوي. انا بحط لهم تدريبات وارجع لكم. اوكي يا جماعة، خلصنا من التشكيلة حاليا. خلوني اقول لكم ان حاليا عندنا فترة انتقالات. اول شيء مارسيال مانباع جميل، اما خلينا نشوف لاعبنا الثاني اللي هو ينعرض يعني ماتا ما يلعب، ببيعه. اما ايضا دريم فاضت كاباني يا جماعة، يعني لان كاباني بيروح اتوقع. نتريق ان نحصل ما يقارب 26 مليون او شيء كذي عشان كاباني ينباع. اوكي، ومارسيال يالا عرض من منو؟ من توتنهام. خلاص سوي تشكيلة ثانية ونرجع لكم. اوكي يا جماعة، سوينا تشكيلتنا الثانية حاليا. اول شيء يا جماعة نحتاج 3 لاعبين وسط، واحد كام واثنين لاعبين وسط، و حق التشكيلة احتياطية يا جماعة. بيرجع دخيل ان شاء الله يا جماعة. اما هني يا جماعة، اوكي قلت وايد كلمتي يا جماعة. اوكي، اتوقع اني انا بشتري مدافع ثاني، مع ان انا يتني فلوس وهم اقدر اني اروح ابيع مارسيال، لان مارسيال بكل اختصار او خلينا نتفاوض مع سبيرز. خلينا نتفاوض مع سبيرز يا جماعة، نطلع اقصى ما عنده 60 مليون. تقديم رسوم جديدة 60 مليون يا سبيرز توتنهام. 60 مليون تدفعونه؟ والله قرب يدفعون. لو هم دفعوا على هذا اللاعب بيكون شيء ممتاز. خلينا نشوف ومن باع ماتا وراشفورد ديالا عرض من منو؟ من بيومونتي اللي هو يوفنتوس، بس نحن بنرفض هذا العرض. يلا خلينا نشوف هل بينباع اي حد. اتوقع انها مسج. و بوجبا يا العرض، وما سيال انباع. جميل، بوجبا يبونه مقابل جون ستونز. خلوني اقول لكم، جون ستونز نحن تحتاجه كمدافع، بس هل بنبيع مقابل بوجبا؟ لا، بوجبا لاعب طاقة 86 وبرشلونة يبغون يعطونا لاعب طاقة 84. خلينا حاليا ناخذ، ممكن خلينا نشوف حاليا في مركز تشكيلة. انا اتوقع اني يعني قبل حلقة شفت، او لما كنت اسوي تدريبات لعيبة لقيت لاعبين يعني ممكن انهم يعتبرون زينين في مركز سي ام، وواحد منهم بيريرا ولينجر، اثنينتهم كام. هذي اثنينتهم كامات، هم ممكن يكون سامر. انا احنا نحتاج كام اصلا؟ ايه عمر لا تهبب. يا حاليا نيب هذا اللاعب يا فيريرا او لينجارد. نيب لينجارد يا جماعة. لينجارد رسميا لعب في مانشستر يونايتد. طب حاليا لينجارد نحطه بدل برونو، و حاليا ندور على اللاعبين وندور على المدافع الصغير. اوكي يا جماعه، عندنا 120 مليون. الصراحه ما ادري ايش اسوي فيهم. حاليا دق عليه، يلعب سي بي يلعب سي دي ام، ممكن قدراته تكون جيده. نعطيك بيه 10 مليون يا بايرن.
اوكي، وبايرن قال اوكي. فحاليا يا جماعة بنتعاقد مع موريبا حاليا، فاشترينا 3 لاعبين للتشكيلة الاحتياطية، هذا اللاعب يكون مستقبلي اكيد، مدة عقد بتكون 4 سنوات بالتأكيد. وأما هني يبون، ما يبون شاب جزائي أكيد، يا مالي يا منو؟ مدير أعمال مريبة، و30 ألف، ويقبل مريبة بهذا العرض. فهم خير اللاعب الثاني اللي اسمه كوبا كويندريدي، أو خلينا نسميه كوبا. كوبا أوكي، يلا تعال يا كوبا. كوبا أنت مركز كان نقدر نقول عن مستقبلي. جميل جدا. شو كم تبغى؟ 5 سنوات بنعطيك، يعني 5 سنوات. جميل جدا، تجاهل الشرط الجزائي. وأما الراتب بنعطيك 20 ألف، يعني وبدون أي شيء 20 ألف. وأيضا يبنى اللاعب الثاني. فبنيب حاليا تونغاي ميانزو، هذا اللاعب خلنا نشوف يا جماعة، هو يبقى مستقبلي. جميل، بني باللاعب من البايرن، 5 سنوات نبقى في الفريق. يا والله هو ما يبقى أي شرط جزائي في عقده. أوكي، وأما الشرط أما يبقى راتب، نعطيه راتب 40 ألف شهر، ويقبل. جميل جدا. حاليا يعني يبنى ال4 لاعبين اللي يحتاجهم الفريق الثاني. يا حاليا نحط فان دي بيك في الاحتياط. اوكي، مريبة طاقته 69، وهذا طلع طاقته 66، يعني ممكن ان احنا ما توفقنا في شرائه. اما نيانزو طلعت طاقته 71، فبحاول نطور هذيل اللعيبة يا جماعة. اوكي يا جماعة، تمينا على لاعبين. اول لاعب هو راموس، لاعب عمره 34 صح، بس طاقته 89، فيتم معانا ممكن الموسم واحد اتوقع. وعندنا اللاعب الثاني هو سكرينيار، سعره من 76 مليون لين 107. فحاليا يا جماعة اتوقع ان نقدر نجيب هذا اللاعب، لان ميزانيتنا 90 مليون، ممكن هذا اخر صفقة لنا في سوق الانتقالات. يبون 92 منا، احنا طلبنا منهم 80. خلي 85، يعني 85. يا 85 حلوة، بس 90، 92، 90 على 92 اعطيك ب 97. اوكي 97 يا انتر، 97 او 87. اوكي قبلوا الانتر، نروح نتفاوض مع اللاعب. فهم دور اللاعب يا جماعة بيكون حاسم، لاعب طاقته 85 كما تشوفون فوق. فهم اللاعب بيكون شيء ممتاز بالنسبة لنا، 5 سنوات بتم معانا يا ميلان سكرينيار. اللاعب ما يبغى اي شرط جزائي، ما يبغى اي شرط جزائي، ونحن بعد ما نبغى له اي شرط جزائي. اما هني نختار له 250 ألف مع 500 مكافأة راتب. هل نقول اهلا بك، اهلا بك يا ميلان سكرانيا في نادي مانشستر يونايتد رسميا؟ يعني خذينا لاعبنا الجديد اللي هو ميلان سكرينيا، وسحبنا على هذاك اللاعب اللي هو، وسحبنا على اللاعب الثاني اللي هو كان راموس. فحاليا هذه تشكيلتنا الثانية يا جماعة، وهذه تشكيلتنا الأولى. تشكيلتنا الأولى حلوة، تشكيلتنا الثانية أيضا جميلة. اوكي يا جماعة، حصلنا لاعب اسمه يوسف ديمير، هذا لاعب من اتوقع من تركيا او النمسا، طلع من النمسا.
عندنا رينا وعندنا هذا اللاعب، بنحاول في رينا اول شيء. ما بندفع الشرط الجزائي لان انا اتوقع ان السعر اقل من الشرط الجزائي ماله. ف دورتموند 10 مليون، حلو حقكم. واو 9 مليون مقابل براندن ويليامز. ويليامز اللي هو الظهير اليمين في التشكيلة الاحتياطية، بس هل نقبل؟ هل أحس يستاهل؟ خلينا نروح لأظهرة. ما أظهر، خلينا نشوف أجنحة. فنحن حاليا خطتنا ما تستخدم الأجنحة. شو رايكم تاخذون دانيال جيمس؟ دانيال جيمس ترى حلو حقه. دانيال جيمس خذوه، اوكي. فرسميا يا جماعه بناخذ اللاعب هذا جيوفاني رينا. انا ما ادري كم طاقته، لاعب عمره 17، فاللاعب بيكون مستقبلي عندنا. ونشوف، واو يبقى متقطع، جميل. هذا الشيء يحمسني في اللاعب اكثر، انه هو ما يبى دور مستقبلي، يعني هو يبى انه يلعب. فيا حاليا اكيد بنعطيه بدون شرط جزائي، وهذا هو الراتب مالي، يبى 10,000 مع مكافآت. ف يا رسميا تعاقدنا مع لاعبنا الجديد جيوفاني رينا، يعني هو كان يبيع هالاند يعني. اوكي، فحاليا هنشوف عندنا ميزانية، واو لا نزال عندنا ميزانية يا جماعة. فحاليا نروح نخدمه. انا ما ادري، اتوقع ان ناخذ سي ام ثاني افضل لنا. اوكي، لقينا تشافي سيمونز. تشافي سيمونز انا ممكن جربته في اللعبة، خليني اكون وياكم صريح، بس ما اتوقع انه كان جدا ممتاز، ومع ذلك بناخذه. اما هذا اللاعب هاترين حطيته بس جي، اتوقع لانه اتوقع ان السعر غالي، ما ان طاقته اتوقع 77. تشافي سيمونز تعال عندنا ب 10 مليون من بي اس جي، وبي اس جي قبلوا هذا العرض. حاليا انا موصل حرفيا 33 دقيقة من بس اني اشتري لعيبة. انا ما ادري شو اقول، يعني انا حرفيا يعني انا الحين نص ساعة في حلقة بس اشتري لعيبة، ما العب، ما اسوي اي شيء، بس اشتري لعيبة. سايمونز نعطيه 20,000 راتب، ورسميا تشافي سيمونز لاعب في مانشستر يونايتد. حاليا نبدل بدال هذا اللاعب. ندخل وين هذا سيمونز؟ هذا اعتقد 65، ازوب من هذا. رينا طلع طاقته 75، فها شيء جميل. بيتم سوبر سب في التشكيلة الثانية. ف يا خلينا نشوف، يعني ممكن تينا عروض قوية، لأن الحين يعني ممكن الحين عندنا 5 ساعات متوفرة في سوق الانتقالات. ف يا وايت وايت بيروح نادي ثاني، خليه يروح. أما هني يبون لاعبنا جونز لمدة 2 سنين، خلوه يا ليستر سيتي. نقول اني انا بلعب مباريات في هذه الحلقة، اخي ما لعبت ولا مباراة، حرفيا ولا مباراة، وكملنا 34 دقيقة من هذه الحلقة. ف يا عرض انتقال لروميرو، روح. ف يا ننتهي من سوق الانتقالات يا جماعة. سوق انتقالات يعني كان يوم الاخير مجنون جدا. فاهم يا حاليا خلينا نروح لمباراة، بنلعب شكلها بلعب مباراة ليستر بس في هذه الحلقة. فاهم، تأجلت مباراة، واو تأجلت مباراة، و مباراة تأجلت مباراة سبيرز. فاهم، حاليا عندنا عرض لبيلي، خلينا نبيعه، ممكن نجيب من فلوسه لاعب جديد ممكن. فيا عندنا حاليا بعض بليستر، بنلعبه بالتشكيلة الأساسية ولا احتياطية؟
خلينا نجرب تشكيلة احتياطية في هذه المباراة ونحن صابتين في الفريق. يا الله، لا ما نحط سايمون زيني، بنحط برونو. يا خلينا نبدأ هذه المباراة، ليتس جو. نروح لملعب فريق ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد. عم كالفرت لوين يا جماعة، فلازم ان نحذر. الكرة عادت عادت مريبة بينية حلوة، لكن كانت خلصت. جونز يلعب ضدنا يا جماعة. هو ضربة ركنية حاليا. اوكي، الكرة عرضية رأسية ورأسية، لكن يخلص شمايكل. الكرة مارتينيلي والهدف الأول، 1-0 من مارتينيلي، هدف أول لمصلحة فريقنا. الله عليك يا جابرييل مارتينيلي، سجل الهدف الأول جابرييل، الهدف الأول لمصلحة مانشستر يونايتد. تشوف الكرة راحت البينية ومارتينيلي تسديدة من الزاوية الضيقة يسجل الهدف الأول. إذا مشاهدينا نعود مرة أخرى لهذا اللقاء. ويكا مارتينيلي مارتينيلي مارتينيلي، جرينوود جرينوود جرينوود، تسديدة. يلا فريد، الهدف الثاني، الهدف الثاني، 2-0، الهدف لمانشستر يونايتد. نادي بالنسبة للمباراة لينجارد، الجاية في دوري الأبطال كرة من مارتينيلي يلعبها لويليامز، ويليامز ويليامز، عرضية رأسية تتخلص. وحاليا خلنا نبدل، ندخل لاعبين لذا تقريبا، ندخل رينا و نطلع مارتينيلي، ندخل راشفورد. لايبزيغ على ارضيه ملعبها، اكيد دوري الابطال هي البطوله الاهم والاكبر في اوروبا، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن الظهور فيها بافضل شكل ممكن. كالفات لوين تتخلص من ايريك رابع غارسيا. تماس لمصلحه ليستر سيتي، تغيير غير عادي، اللاعب كان غير عادي في هذا اللقاء. لا لا لا، ماديسون ماديسون، الهدف الاول ماديسون، الله عليك، هدف الاول من الله عليك، فريق حطها في المرمى، ليستر سيتي. حطها عادت إذا مشاهدينا نعود مرة أخرى لهذا اللقاء. جرينوود، رينا يلعبها كرة بينية حلوة. يلا يا بينية راشفورد، بالتعدي، يلا يا بينية بالتعدي، راشفورد، خلص عليهم راشفورد، خلص عليهم. اللاعب اللي انا لقبه برشود، رشود يسجل الثالث، رشود يخلص على ليستر سيتي. فحاليا تقريبا انتهت المباراة. يلا، الله على التمريرة، تمريرة رينا كانت حلوة. يلا يا جماعة، انتقل النتيجة، فزنا 1-3-1، ليتس جو. حاليا يا جماعة، بعد ما نخلص تريلر دوري الأبطال، بنلعب دوري الأبطال في الحلقة الجاية يا جماعة، لأن حاليا صارت 46 دقيقة مرت على الحلقة، أغلبهم كانوا في الانتقالات، يعني أكثر من نص ساعة كنت أشتغل على انتقالات، كنت أشتغل على فريق. فأنا وصلت الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم عمر، مع السلامة شباب.